بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في باب فضل الحج وبيان من فرض عليه: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال: من القوم؟ فقالوا: المسلمين. فقالوا: من أنت؟ فقال: رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبية وقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. رواه مسلم. هذا الحديث عن أبي عباس رضي الله عنهما في قوله رضي الله عنهما، يعني عنه وعن أبيه، وإذا كان هو أبوه وجده صحابة يقال رضي الله عنهم، وإذا كان هو وحده الصحابي يقال رضي الله عنه. عن جابر رضي الله عنه وعن ابن عباس رضي الله عنهما وعن عبد الله بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم، لأنهم ثلاثة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء. لقي ركبا، الركب هو مجموعة من الناس يزيدون عن العشرة يأتون لأمر ما، للحج أو للتجارة أو لطلب الماء أو نحو ذلك من الأمور. فقال: من القوم؟ بالروحة، الروحة هذه استراحة أو قهوة أو محطة قرب المدينة، وليست بها تبعد 73 كيلو عن المدينة، ويقال لها بيرحا وبير الرحا. لقيهم في ذلك المكان وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: من أنتم؟ ليعرفهم، ما داموا مسلمين ما يحتاجون إلى دعوة، وإن كانوا كفار دعاهم إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. قالوا: نحن المسلمون، جئنا للحج. من أنت؟ أنت يا صاحبنا الذي تخاطبنا تقول من أنتم؟ قال: أنا رسول الله. فدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن متميزا عن ربعه ولا صحبه، ولا له أبهة أو زيادة جمال أو زيادة ترويع للناس، لا، بل هو يدخل في عموم الناس عليه الصلاة والسلام لتواضعه وكرمه وحبه للمسلمين. قالوا: من أنت؟ قال: أنا رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبية. لما علمت هذه المرأة أن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمت أنه هو المسؤول عن هذه الأمور العبادية والذي يعرفها، فقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ والصبي الولد الصغير دون البلوغ، قد يكون من الولادة إلى الفطام أو يكون من الولادة إلى البلوغ، كلها يقال له صبي لأنه ما بلغ الحلم.
هذا صبي. قالت يا رسول، قالت ألي هذا حج؟ أيصح الحج منه وهو صغير؟ ورفعته دليل على أنه صغير دون التمييز، يعني دون البلوغ ودون التمييز، لأنه لو كان مميز لكان أشارت إليه إشارة وهو جالس بجوارها، لكن هذا ممسوك من قبل أمه أو محمول من قبل أمه. قالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم له حج. وزادها لتحتسب الأجر عند الله جل وعلا، فقال نعم له حج ولك أجر، وليست هذه الحجة تجزئ هذا الصبي عن حجة الإسلام، فلا بد إذا بلغ أن يحج حجة الإسلام، أما إن مات قبل البلوغ فهو تكفيه. ولك أجر، هذه بشارة بأن من قدم معروفا سواء كان لصغير أو لكبير قريب منه أو بعيد فإن له أجر في ذلك، إذا أطعم هذا الصغير فله أجر، إذا حمله فله أجر، إذا جعله يحرم بالحج فله أجر، وهكذا أي عمل تعمله نحو آخر تحتسب به الأجر من الله جل وعلا فلك بذلك أجر. رواه مسلم الصحيح، الحديث صحيح، رواه الإمام مسلم. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: مفردات الحديث، ركبا بفتح الراء وسكون الكاف بعدها باء موحدة، موحدة تحتية، جمع راكب. موحدة يعني أنها نقطة واحدة وليست نقطتان فتكون ياء بل هي باء. جمع راكب، وهم الراكبون على الإبل خاصة في السفر من العشرة فما فوق. الراكب من العشرة فما فوق، يعني ما يقال هؤلاء ركب لثلاثة أو لخمسة أو لسبعة، بل الركب يكون من العشرة فما فوق. جمعه أركب وركوب وركبان. الروحاء بفتح الراء وسكون الواو ثم حاء مفتوحة بعدها ألف ممدودة. والروحاء بئر على الطريق الساحلي بين مكة والمدينة المنورة، وتبعد عن المدينة. طريق الساحلي يعني ساحل البحر. نعم. وتبعد عن المدينة 73 كيلو. يوجد بها المقاهي واستراحة، وتسميها العامة بئر الرحى أو بئر الراحة. وخف شأنها الآن بعد أن أحدث الطريق السريع الذي لا يمر بها، لأنه كان الطريق يمر بها وكان الركبان يتوعدون فيها ويلتقون بها، فلما جنب الطريق عنها صارت قيمتها بسيطة، وإنما هي للبادية التي حولها فقط. صبية، الصبي جمعه صبية، وأصبية وصبيون وصبيان. قلبوا الواو فيها ياء للكسرة التي قبلها، وهو الغلام من الولادة إلى البلوغ. وقال بعض أهل اللغة يقال له صبي إذا قارب البلوغ عرفا، وأما لغة فمن الولادة إلى أن ينفطم. حج مبتدأ مؤخر. ألهذا خبر مقدم، يعني أيحصل لهذا ثواب حج؟ ولم تقل أعلى هذا حج، لأنه لا يجب على الأطفال. ما يؤخذ من الحديث؟ أولا صحة حج الصغير والصغيرة. هذا الكلام السابق في المفردات، مفردات الحديث. وأما الفوائد التي تستفاد من هذا الحديث كفقه يأخذه طالب العلم فهي ما يسأتي.
ما يؤخذ من الحديث: واحد، صحة حج الصغير والصغيرة سواء كانا مميزين أو دون سن التمييز. سواء كانوا مميزين يدركون أنهم حجاج ويجتنب أفعال المحظورة بالحج وغير ذلك، أو غير مميز ما يدري ماذا يصنع به ولا يعرف من أمره شيء، هذا يصح حجه وإن لم يعرف، وإنما على من يحمله من أم أو أب أو أخت أو خالة أو عمة أن تجتنب به محظورات الإحرام، فإن أجنبت به وأبعدت عن محظورات الإحرام قد أحسنت، وإن جعلته يختلط بمحظورات الإحرام فقد أساءت إليه. نعم. ثانياً، أن ثواب الحج للصغير لا لوليه ولا لغيره من أقاربه، لكن لوليه الذي تسبب في نسكه أجر على ذلك. أن حج الصغير لنفسه يؤجر عليه، والأجور تحفظ للصغار بخلاف المعاصي والسيئات، فهي يعفى عن الصغار بإذن الله. الصغير إذا فعل حسنة يؤجر عليها وتحفظ له، والصغير إذا فعل سيئة فإن الله لا يؤاخذه. ثالثا، حجة من دون البلوغ لا تجزئه عن حجة الإسلام، فإن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة نعم أي يصح منه الحج وإن كان طفلا لا يميز، كما هو ظاهر السياق بقوله: فرفعت إليه امرأة صبيا. وهذا الإجمال في كلمة حج مبين بحديث: أيما غلام حج به أهله ثم بلغ فعليه حجة أخرى، رواه البيهقي. أي له الأجر في التطوع بالحج قبل البلوغ، وعليه ركن الحج بعد البلوغ، فقد أجمع العلماء على أنه لا يجزئه إذا بلغ عن حجة الإسلام. لا يجزئه الحج وهو صغير، بل هو مأجور على حجه صغيرا ويكتب له الأجر، ولا يضيره لو أساء في شيء من ذلك، فالحسنات تكتب للصغير والسيئات لا تكتب عليه، لأن الله جل وعلا يعفو عنه، كما جاء بالحديث: رفع القلم عن ثلاثة، الصغير حتى يبلغ، فإنه مرفوع عنه القلم بإذن الله جل وعلا. أي سيئة يعملها أو يخالط فيها أو يدخلها على نسكه فإنها لا تضيره، كأن يلبس الطفل الصغير مخيطا، أو كأن يتطيب الرجل الطفل الصغير من الذكور والنساء، وهكذا. فالطفل الصغير لا يؤاخذ بمحظورات الإحرام، وإنما يكتب له الحسنات. قال الطحاوي: وهذه الحجة لو حجها وأداها كاملة غير منقوصة فإنها لا تجزئه عن حجة الإسلام، بل لا بد أن يحج حجة الإسلام إذا بلغ. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: لا حجة في قوله نعم على أنه يجزئه عن حجة الإسلام، بل فيه حجة على من زعم أنه لا حج له، لأن العلماء رحمهم الله منهم من لا يرى الحج عن الصغير حتى يعقل، يقول: كيف يكتب له حسنات وهو لا يدري؟ يقول: فضل الله واسع، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا، فقال: نعم له حج، ولكن هذه الحجة لا تجزئه عن حجة الإسلام، كأي نافلة أداها. فمثلا إذا صلى الصغير فإنه يكتب له الأجر، لكن لو أخطأ في صلاته
أو تركها أو نحو ذلك فإنه لا تكتب عليه سيئة، وإنما تكتب له الحسنة ويتجاوز عن سيئاته بإذن الله. رابعاً، ما دام أن الشارع أجاز حج الصغير فإنه يريد منه أن يأتي به على الوجه المشروع، فتشمله أحكام حج الكبير إلا ما أخرجه الدليل، فحينئذ يكون على وليه أن يتبع ما يأتي. يتبع ما يأتي يعني المحاسب والمسؤول عن ذلك هو الولي، فالولي إذا مسه الطيب يعثم، الولي إذا ألبسه المخيط إذا كان ذكرا أثم، وهكذا. فالولي يأثم باجتناب فعل المحظورات على الصبي، والصبي لا إثم عليه. الأول، إن كان دون التمييز أن ينوي عنه الإحرام ويصير بذلك الصغير محرما. فينبغي للولي الصغير أن يحرم عنه بنيته، يعني سواء كان مميز يقول له انوي الإحرام قل دخلت بالنسك، وإن لم يكن مميز ما يصح خطابه، فينويه عنه الكبير ويتم ويدخل في النسك، وعليه إذا أدخله في النسك أن يخرجه منه، يأثم إذا تركه أكثر من المطلوب، كأن يدخله بالنسك محرما ولا يجعله يتحلل، يكون أثم الكبير بهذا لكونه جنى على الصغير بأن أدخله في النسك ولم يخرجه منه. فيجب على من أدخل صغيرا مميزا أو دون التمييز أن يخرجه من النسك كما أدخله. بعض الناس مثلا يجهل، إذا أدخل ولده في النسك قال أحرم يا ولدي، فيحرم الولد ثم يطري عليه الولد ويترك الإحرام بعدما ينوي ويعقد النية، يقول خلاص هذا صغير يتركه. نقول لا يا أخي، لا يجوز لك ذلك، هو صغير لكن أنت الكبير، أنت تدرك، أنت أدخلته في النسك فأخرجه منه سالما معافى، ولا تورطه في هذا النسك فيبتل ويستمر داخلا في النسك يجتنب محظورات الإحرام. ما دمت أدخلته في النسك فاحتسب وأخرجه منه بإتمام هذا النسك. نعم. الثاني، إن كان مميزا أمره وليه أن يحرم فلا ينعقد الإحرام من الصغير المميز إلا بإذن وليه، لأنه تصرف فيه شائبة مالية فلا يكون إلا بإذن الولي. الصبي ليس له أن ينوي الإحرام بنفسه حتى وإن كان مميز، حتى يأذن له وليه، لأن الإحرام هذا يحتاج إلى مال، يحتاج إلى نقل، يحتاج إلى شيء من هذه الأمور، فلا بد من إذن الولي. فلم يأذن الولي فلا يدخل الصغير في النسك، فإذا دخل في النسك وجب على الولي أن يخرجه منه. الثاني، إن كان مميزا أمره وليه أن يحرم فلا ينعقد الإحرام من الصغير المميز إلا بإذن وليه، لأنه تصرف فيه شائبة مالية فلا يكون إلا بإذن الولي. فالتصرف الصغير في ماله لا يتم إلا بإذن الولي. لقال الولي خذ هذه 10 ريال من مالك أعطها فلان، فأعطاها فلان صح. أما إذا أعطاها إياه الصغير بإذن وليه فإنه لا يصح لمن أعطيت له أن يأخذها، إلا إن كانت قليلة مما يتصرف فيها الصغير عادة. فرق بين أن يعطي الصغير الفقير ريال أو 10 ريالات أو 5 ريالات أو 1000 ريال. نقول إعطاء الصغير لهذا الفقير 5 ريالات صحيح، إعطاؤه له ريال صحيح، لأن هذا جرت العادة
أن يتصرف فيه الصبي، أما يعطيه 1000 ريال فلا، فيجب على الفقير أن يرد المبلغ إلا إن كان أذن في ذلك الولي. الثالث، إن كان ذكرا تجنب ما يتجنبه الذكور في الإحرام، وإن كان أنثى تجنبت ما يجتنبه النساء في الإحرام. كذلك يجب على الولي أن يجنبه ما يتجنبه الكبير في الإحرام إذا كان رجلا أو بنتا مرأة. إذا كان رجلا آدميا فيجب أن يبين له أنه لا يجوز له أن يفعل شيئا من المحظورات، فإن فعلها بدون إذن الولي وبدون علمه فلا بأس، لكن إذا فعلها بإذن الولي فإن الولي يأثم بهذا، وعلى الولي أن يعلمه ويلاحظه ويحجر عليه التصرف الذي لا يجوز، كان يغطي رأسه أو الفتاة البنت تغطي وجهها حال الإحرام، أو يلبس الذكر السراويل أو يتطيب، أو تلبس المرأة القفازين أو السراويل أو الطيب أو نحو ذلك، فيمنع الصغير مما يمنع منه الكبير، فالمرأة إذا كانت كبيرة تمنع من مس الطيب، تمنع من تغطية الوجه، تمنع من لبس القفازين، تمنع من لبس تمنع من لبس الجمع ما يستر الوجه بدون مبرر ما يكون حولها رجال أجانب، تمنع منه المرأة، وهكذا. فيجب على الصغير الولي أن يمنع الصغير مما يمتنع منه الكبير، فإن فعل الصغير شيئا من ذلك بدون إذن الولي فلا بأس، وإن فعله بإذن الولي أثم الولي. الرابع، إن كانا مميزين فعليهما الطهارة من الحدث والنجاسة للطواف، وإن كانا دون التمييز فينبغي لوليهما أن يطهر أبدانهما وثيابهما من النجاسة حين الطواف. نعرف أن الطواف لا بد منه من طهارة، فإن كان الصبي مميز يدرك يقول له توضي يا ولدي، توضي يا بنتي، أدي الوضوء لتصح صلاتك وطوافك. أما إذا كان صغيرا لا يستطيع الوضوء ولا يعرف الوضوء فلا يؤمر بذلك، وإنما يجتنب النجاسة. إذا كان به نجاسة فيجب على ولي أن يغسلها، أما إذا لم يرى فيه نجاسة فلا بأس عليه ولا يلزم له الوضوء، لأن الوضوء للصغير ليس بلازم ولا يحسنه، وإنما الواجب إذا كان مميز أن يتوضأ من النجاسة ويتوضأ من الحدث. أما إذا كان لا يدرك الوضوء فلا يجب عليه شيء من ذلك. الخامس، ولي الصغيرين هو القائم بشؤونهما ومصالحهما من أب أو أم وغيرهما، فلا تخص الولاية بالرجال كما هو ظاهر الحديث. ظاهر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر هذه المرأة بأن لها أجر، وأجرها من أين أتاها؟ من كونها أمرت الصبي وأحرمت عنه فهي وليته، فهي وليته الآن في الإحرام. فلو كان أبوه موجود وعمه موجود وأخته موجودة وأمه موجودة فوليه القائم عليه. من القائم عليه؟ أمه، فهي القائمة عليه وهي وليه.
سادسا يفعل الولي عنهما ما يعجزان عنه كالرمي ونحوه، لما روى الترمذي عن جابر رضي الله عنه قال: كنا حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا نرمي عن الصغار. الولي يقوم بما يقوم به الكبير عن هذا الصغير، يعني من المسؤول عن الرمي؟ المسؤول عن الرمي هو وليه، عليه أن يرمي عنه، فإن لم يرمي عنه وليه أثم الولي. ثم من المسؤول عن الطواف؟ هو الصغير يطوف ويطوف به الكبير، وهكذا يبين له الطواف فيطوف به، يبين له السعي فيسعى به، إن كان مميزا بين له ذلك، وإن لم يكن مميز فلا بأس ولا يلزم أن يعرفه. أما ما يقدر عليه الصغير فيأتي به بنفسه كالوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة والطواف والسعي. نعم، هذه أمور يستطيع الصغير أن يقوم بها، لو ما عرفها بالترتيب ولا عرف كيف يطوف وكيف يسعى، المهم أن يطوف به ويسعى به، وهكذا يطوف به ويسعى به ويقف به بعرفة ويبيت به في مزدلفة ونحو ذلك، لقول جابر رضي الله عنه: كنا حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا نرمي عن الصغار. لأن الصغير ما يستطيع الرمي، سواء كان من أجل الزحام أو من أجل أنه يحتاج إلى قذف هذه الحصيات في المرمى وهو لا يستطيع، أو لا يعرف الرمي كله ولا يدركه فيرمى عنه. السابع: إذا كان الصغير المحمول في الطواف والسعي مميزا فإنه أما ما يقدر عليه الصغير فيأتي به بنفسه كالوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة والطواف والسعي. السابع: إذا كان الصغير المحمول في الطواف والسعي مميزا فإنه ينوي عن نفسه وحامله الطائف أو الساعي ينوي عن نفسه، ولكل منهما نية خاصة بنفسه. وأما إذا كان دون التمييز، إذا كان الطائف به يحتاج أن يحمل هذا الصغير فلا يخلو، إن كان الصغير يدرك يعرف، يقول: الآن نطوف بالكعبة، وبعد الطواف بالكعبة نسعى بين الصفا والمروة، يعرف الصفا والمروة، وبعدين نخرج إلى منى ونخرج إلى عرفات، هذا يكفي النية من الصغير لنفسه والكبير لنفسه. أما إذا كان لا يدرك لا طوافا ولا سعيا فيجب أن يطاف به ويسعى به، ثم هل يكفي طواف الكبير به عن نفسه وعن الكبير أو يكفي عن أحدهما؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى: إذا كان صغيرا يدرك فكل له طوافه، أما إذا كان صغيرا لا يدرك كأن يكون ابن سنة أو ابن شهر أو ابن سنتين أو ابن ثلاث سنوات لا يميز الطواف، فيطوف عنه وليه، ثم هل يكفي الطواف عن الولي وعن الصبي؟ قولان للعلماء، يقول: الأولى لهما ألا يكفي أن يطوف عن نفسه أولا ثم يطوف عن الصغير ثانيا، لأن النية كانت في هذا الفعل من الصبي من الكبير عن الصبي، فلا يصح أن تكون عن الكبير. فقال: إذا طاف الكبير بالصغير وهو لا يدرك
فيلزم أن تكون النية من الطائف عن الصغير ولا تجزي عن الكبير، خروجا من الخلاف وبراءة للذمة ورفع للشك، وإلا فيقول بعض العلماء بأنه يكفي أن يطوف طوافا واحدا عن نفسه وعن الصغير حتى وإن كان الصغير لا يدرك. نعم. وأما إذا كان دون التمييز والناوي عنه حامله فظاهر هذا الحديث إجزاء ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المرأة التي سألته أن تطوف له وحده ولها وحدها، ولو كان واجبا لبينه، ولكن خروجا من الخلاف ومن باب الاحتياط ولحديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رواه الترمذي، فالأفضل أن يكون حامله قد طاف وسعى لنفسه حين حمل من هو دون التمييز. هذا أولى والله أعلم. الثامن، فيه قبول العبادة من الصغار وإثابتهم عليها، وفيه تدريب وتمرين على طاعة الله تعالى التي هي سعادة الدنيا والآخرة، ولله في أمره أسرار. يعني كون العبادة يؤديها الصغير يوفق وينشأ على هذا بإذن الله ويستمر في طاعة الله، بخلاف ما إذا لم يعود إلا بعدما يكبر فإنه غالبا قد يترك العبادة ولا يفعلها. التاسع، استحباب التعارف والتآلف بين المسلمين، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من القوم؟ فقالوا: من أنت؟ فقال رسول الله: والتعارف والتواصل من أهداف الحج ومقاصده التي أشار إليه القرآن الكريم بقوله: ليشهدوا منافع لهم. فالأولى للمسلمين في الحج أن يتعارفوا ويتعاونوا ويذكروا ما عين ما بينهم وبين أهليهم وبلادهم من عادات وأمور، فيستحسنوا بعضها ويستعملونها ويتركون بعضا، وهكذا. فينبغي للمسلم أن يتعارف ويعلم المسلمين ما يجهل عليه ويتعلم منهم ما يصعب عليه، وهكذا. يعني يتعلم ويعلم ولا يخفي هذا، لأن في هذا مصلحة للجميع، بخلاف إذا كان السائل والمسؤول لا يتعارفان فإنه قد يكون عدوا له، فلا بأس أن لا يعلمه ويقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للرجل: أتدري أين قريش وأين محمد؟ وهو عليه الصلاة والسلام محمد. أتدري أين هم؟ ليرى معلوماته. فقال: من أنت؟ قال: إذا أخبرتني أخبرتك، أخبرني عن هذه الأمور التي أسألك عنها، فإذا أخبرتني أخبرتك من أنا. فقال: إن كان الذي أخبرني صادقا فمحمد خرج من المدينة يوم كذا وكذا، وإنه الآن في كذا، في هذا المكان الذي فيه الرسول عليه الصلاة والسلام. فاستدل الرسول عليه الصلاة والسلام بمعرفته: وإن كان الذي أخبرني عن قريش صادقا فقد خرجوا يوم كذا وكذا، وأنهم الآن في كذا. هذا المقصود من النبي صلى الله عليه وسلم، أن يعرف أين يكون كفار قريش. فقال: إن كان الذي أخبرني صادقا فهم في كذا. قال: من أنت؟ انتهى الخبر اللي عند هذا الشايب. قال: نحن مما، ومشى وتركه، ما قال له: أنا رسول الله أو أنا محمد أو لا أو شيء من هذا. قال: نحن مما. قال: أيما؟ فقال: قلت لك أخبرتك كما أخبرتني، أخبرتك أننا مما، ما الله جل وعلا جعل الإنسان كله مما إمهين. فالرسول عليه الصلاة والسلام لكون هذا الرجل
سينشر هذا الخبر، فهو ما يريد أن يعلم مكانه عليه الصلاة والسلام، فعمى على هذا الرجل، بخلاف إن كانوا مسلمين فيخبرهم بحاله وحال من معاه. نعم. العاشر: فيه فضيلة صحبة أهل العلم والفضل، لا سيما في سفر الحج، ليستفيد منهم المسلم وليؤدي عبادته على منهج سليم. يعني هذه المرأة اغتنمت كون هذا السائل هو النبي عليه الصلاة والسلام، أن سألته واستفادت منه. نعم. الحادي عشر: وفيه أن صوت المرأة ليس بعورة ما لم تلينه وترققه، كما قال تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. يعني أن المرأة ينبغي لها إذا خاطبت الرجل أن تخالطه وتخاطبه بخطاب لا رقة فيه ولا ميوعة ولا تذلل، لئلا يطمع فيها، يقول: هذه قالت لهذا القول، يحتمل أني لو لمستها ما تمانع، يحتمل أني لو أردتها ما تمانع، فيجتنب هذا القول حتى لا يطمع الجاهل فيها. وإن سماعه من الرجال جائز للحاجة إذا لم يقصد الرجل التلذذ بسماع صوتها. إذا قصد الرجل التلذذ بسماع صوتها، أطال عليها الكلام وأسأل أسئلة كثيرة يتلذذ بكلام هذه المرأة، فهذا محرم. أما إذا كان سؤالها لأجل العلم والمعرفة التي يريدها فلا بأس بذلك. الثاني عشر: وفيه أن المرأة تلي شؤون ولدها وتعمل فيه بما هو الأصلح له ولو كان والده موجودا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفسر منها عن وجود أبيه. يعني أن المرأة يجب عليها أن تعتني بولدها الصغير وتوجهه وتعلمه وتلاحظ ما يحتاج إليه وتصرف له ما يحتاج إليه مصارف تكفيه، لئلا يحتاج إلى غيرها، سواء كانت وليه هي في المال أو لم تكن وليه في المال، فيجب عليها أن ترفق بالولد. الثالث عشر: حج الفرض عن الميت يجزئ عنه ولو بغير إذن وارث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بالدين. أما الحي فلا يسقط عنه الحج إلا بإذنه ولو معذورا، كدفع الزكاة عنه، لأن هذه عبادات لا تصح إلا بنية، بخلاف الدين فإنه يصح القضاء عنه بلا إذنه لأنه ليس عبادة، ولو حج أو اعتمر نفلا ونوى ثوابه ثوابه لميت أو حي صح وأجزأ ولو بلا إذن المحجوج عنه والمعتمر عنه. هذه لا أدري من استنتجها المؤلف رحمه الله تعالى، بل هذه لعلها تبع للحديث الآتي إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: هل يصح طواف الصبي إذا كانت الكعبة عن يمينه أثناء الطواف؟ لا يا أخي، ما يصح. هل يجهل بعض الناس يجعل بطن الصغير إلى بطنه وظهره فوق، ثم يكون جاعلا الكعبة عن يمينه؟ فإذا جعل الكعبة عن يمينه فلا يصح طوافه، بل يجب على الكبير أن يعدل الصغير ويجعله مثله، إذا طاف به أن يجعله بحيث يطوف والكعبة عن يساره، وهكذا. يقول:
إذا حججت مع ولد صغير وفعل شيئا من محظورات الإحرام هل عليه شيء؟ ليس عليه شيء. الصغير تقدم بأن الصغير يكتب الله له الحسنات ولا يكتب عليه السيئات. يقول السائل: هل يجوز للمسلم أن يدعو في سجوده بلغته لأنه لا يعرف اللغة العربية؟ يجوز لذلك لأن الله جل وعلا يعلم السر وأخفى، فيجوز للمسلم أن يخاطب ربه بما يعرفه من لغاته. يقول السائل: تزوجت امرأة ولم أعطي لها مهرا، هل هذا يؤثر على نكاحي أم لا، علما بأني ما تيسر لي ما أعطيها؟ إذا اتفقوا على مهر سواء كان حاضرا أو غائبا فلا بأس، أو تعارفوا على أنه سيدفع المهر فلا بأس، وأما إذا تزوجها بلا مهر فلا يجوز. يقول السائل: طفت ونسيت ركعتي الطواف فماذا علي؟ لم تصلي ركعتي الطواف لا بأس عليك، لأنهما سنة من سنن الطواف، فمن صلاهما فحسن ومن لم يصلهما فلا بأس. يقول: أنا أصلي صلاة الإشراق في المسجد بتوقيت التقويم، هل في ذلك نهي؟ إذا صلى صلاة الإشراق يعني صلاة الضحى بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح فلا بأس، وإن صلاها بعد هذا قبل هذا فهو وقت نهي لا يجوز. لا يجوز للمسلم أن يصلي صلاة الأشراق أو صلاة الضحى في وقت النهي. وقت النهي لا بعد إلى ما بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح. يقول: هل النوم بمقدار نصف ساعة أو ما يقاربها ناقض للوضوء، علما بأن النائم ليس مستلقيا بل كان جالسا؟ النوم لا يتحدد بالساعة أو بنصف الساعة أو بربع الساعة، وإنما إذا نام واستغرق في نومه ولا يدري ما حوله فإن هذا ناقض للوضوء. أما إذا كان نائما بنعاس شديد لكنه صاح، لو خاطبه أحد أو كلمه أو سكت القارئ أو قرأ أحد حوله فإنه يدرك هذا، فإنه لا يؤثر هذا على طوافه ويكون على وضوئه ولو طالت مدته. يقول السائل: إذا كان هناك ولد وعمره 14 عاما ويعلم أحكام الحج ويعلم الحلال والحرام من أمور الحج، فهل حجه صحيح؟ إذا كان بالغا فبلوغ الولد قد يبلغ وعمره 10 سنوات، وقد لا يبلغ حتى يبلغ 15 سنة. فإن كان بالغا بالفعل فإنه يجوز حجه ويعتبر حجه صحيح، أما إذا كان مميزا لأعمال الحج لكن لا يعرف الحج لكونه لم يبلغ فلا يجزئ حجه حتى يبلغ. والمراد بالبلوغ كما تقدم بلوغ 15 سنة، أو أن يبلغ بالاحتلام أو بنبات الشعر الخشن حال قرب عانته قرب عورته، وهكذا هذه علامات البلوغ، أو أنزل المني الذي تحمل به المرأة عادة فإنه يكون بالغا، وما لم يكن كذلك فإنه لا يكون بالغا. يقول السائل: رجل قال لامرأته لا تخرجي وإذا خرجت فلا ترجعي فأنت طالق، ولا ينوي في ذلك الطلاق وإنما هو التهديد فقط، ما حكم ذلك؟
عليه أن يرجع إلى القاضي ليسأله ويسألها عن ذلك. يقول: هل للعمرة طواف وداع؟ هذا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. بعض العلماء يقول يجب إذا أدى العمرة وأراد السفر أن يسافر بعد طواف الوداع، وبعضهم يقول طواف الوداع واجب في الحج ولا يجب في العمرة، فالمسألة فيها قولان للعلماء رحمهم الله. يقول السائل: بعض الذين يزعمون أن الدعوة إلى التوحيد تنفر الناس يستدلون بدعوة لوط عليه الصلاة والسلام بزعمهم أنه ما دعا إلى التوحيد أولا بل أنكر عليهم الفاحشة، فكيف الجواب على هؤلاء؟ الدعوة إلى التوحيد واجبة، ولا يقبل الله عملا غير الموحد، وإن صح عمله فلا يقبل إلا بالتوحيد، فالتوحيد هو الأساس الأعمال. والله جل وعلا يقول: إنه من يدعو الله فيجب على المسلم أن يدعو إلى توحيد الله جل وعلا ويحذر من الشرك. والله أعلم.